عائشة رضي الله عنها قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجري فقال: هو من البيت. هذا هو من البيت، يعني أصله من البيت. قلت: ما منعهم من يدخلوه فيه؟ بمعنى لما بنى أهل الجاهلية المشركون، لما بنوا الكعبة، لماذا لم يدخلوا الحجر في البيت؟ بمعنى لماذا لم يؤخروا الركنين اللذين هما على طرفي الحجر إلى طرفي الحجر حتى يكون البيت لذلك تلك المساحة في أصله؟ لأن هكذا كان في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فقواعده كانت إلى الحجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قالت: ما منعهم أن يدخلوه؟ قال: عجزت بهم النفقة. سبحان الله العظيم، المشركون على ما كانوا فيه من إشراك ومخالفات شرعية، نعم، ما جمعوا لبيت الله، ليبنوا الكعبة، إلا مالا كانوا متحققين أنه مال حلال. وهذا شهادة منهم على أنفسهم بأن أموالهم قد خالطها كثير، بل أكثره حرام. فالأموات كي يرابون بها ويغشون فيها ويغلون، هذه كلها قد تركوها جانبا، إنما طلبوا من كل قبيلة مالا. فالمال الحلال الذي جمعوه من القبائل ما بلغ إلا مقدار ما يبنون به الكعبة على ما هي الآن، على ما هي عليه الآن. فهذا المال جمعوه، فما وجدوا مالا زائدا ليلحقوا قواعد بيت بالحجر. هذا السبب، تورعوا، يعني تورعوا بناء بيت الله، وما يتورع عن أكل الحرام. وهذا شأن الناس إذا انحرفوا عن دين الله. يعني أنتم لو تلاحظون، يعني الناس جميعا، يعني من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، كلما ابتعد الناس عن دين الله عز وجل كلما أتوا بعجائب الأمور، يأتون بعجائب الأمور، يبقى فيهم شيء من الديانة لأنهم متدينون، ليسوا يعني منفلتين من كل دين، فيه شيء من التدين، لكن حرف شديد، حتى يصبح الإنسان غالب ماله حراما، غالب حوله على الحرام، كما يفعل الناس اليوم كثير من المسلمين، لا يكادون يعرفون دين الله عز وجل، حتى ممكن لا يصلون. فإذا جاءت مناسبة دينية بدعية أو غير بدعية تعلقوا بها تعلق شديد. يعني لاحظوا عوام ترك الصلاة من المنتسبين للإسلام، إذا جاءت ليلة المولد أبدا لا يتخلفون عنها. لماذا؟ لأنهم يشعرون بأنهم تركوا الدين، وهذه المناسبات هي التي تدل على أنهم أهل دين فقط، فيجتهدون لتحقيقها. إذا جاءت مناسبة معينة، إذا مات لهم ميت أظهروا بعض المراسم للميت ولو بدعية، المهم عندهم شعرة حبل رقيق يلحقهم بالدين. فلهذا حرصهم الشديد هم، وسبب هذا التعلق أمر آخر، لا يقدرون على أن يتشبثوا بهذا الدين طول عمرهم، لكن يحبون دين المناسبات. يعني دين المناسبات ما يكلفك شيئا كثيرا، مرة في السنة، مرتين، ثلاث، أربعة، خمسة، خلاص وأنت مسلم انتهى. أما طول عمرهم دين كالنصارى، النصارى بقي لهم يوم في الأسبوع إذا راحوا للكنيسة، إذا ذهبوا باقي افعل ما تشاء أبدا. هذا شأن كل إنسان يبتعد عن دين الله عز وجل، فذلك الحمد لله العافية. قال بعد ذلك، تقول في الرواية: قلت فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم، يعني باب الكعبة. قال: ذلك فعل قومك ليدخلوه من شاء ويمنعوه من شاء. رفعوا الباب، حقيقة باب الكعبة يعني مستحيل أن ترقاه، لأنه على زايد على طول الإنسان الباب. فإذا جعلوه عاليا حتى هم يدخلوا من شاءوا، أهل الشرف فيهم كما يزعمون، وهم أهلنا يدخلوا الكعبة والباقون لا يدخلون. إذا جعلوه عاليا،
حتى يمنعوا عامة الناس. قال: ولولا أن قومك حديث عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم لنظرت هل أغيره فأدخل فيه ما انتقص منه وجعلت بابه بالأرض. إذا النبي صلى الله عليه وسلم خاف من شيء، هو أراد أن يتمم أمرين: الأول يتمم بناء الكعبة، والثاني أن يجعل باب الكعبة بالأرض حتى يسهل على الناس الدخول. لكن شيء واحد منعه من ذلك، أن الناس كانوا دخلوا في دين الله بكثرة ولا يزالون قريب عهد بالكفر، فلو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة لقالوا: الآن عرفنا أن هذا الدين دين ليس دين الله، لأن الله ما يأمر بهدم كعبته بهدم بيته، ما يأمر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المفسدة، ومن هنا قال العلماء: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذا من أدلتهم، وهو دليل قوي واضح في بابه. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأن النظرة الشبابية القاصرة تقول: كلما رأيت مصلحة حققها، يكون اللي يكون. كما قد يتبادر لأذهان بعضنا الآن: لماذا نذهب الآن نعيد بنيان الكعبة كما كان وننهي المشكلة؟ النظرة الشبابية تريد تحقيق الشيء 100% ثم بدون تواني، ولا يفكرون في العواقب. نظرة الحكيم تفكير في العواقب، إذا سلم من الهوى يفكر في عواقب الأمور، وهذا لا بد منه. لأن بعد غزوة الأحزاب دخل في دين الله أقوام كثيرون، كثير قبائل الذي كانوا يقولون: ارقبوا هذا الرجل وأنظروه، أي يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن انتصر على قومه دخلنا في دينه وكان نبيا حقا، وإذا انتصر عليه نحن ما دخلنا، نحن في عافية وعرفنا أنه كذاب. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة الأحزاب عرفوا أنه حق، دخلوا في دين الله. كثير من قبائل كانوا حول الجزيرة دخلوا في دين الله، فكان حينئذ دينهم جديدا في طراوة في إسلامهم، وطبعا رواسب الجاهلية لا تزال عالقة بقلوبهم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه هدم الكعبة أن ينهدم دينهم. فلهذا صبر عليه الصلاة والسلام وترك على الكعبة لما كانت عليه. وهذا سبحان الله عظيم يدلكم على شيء مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بنيان الكعبة ولم يبنها على أسسها وقواعدها التي كانت إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن كمال الدين يكمل الدين ولو لم يكمل بنيان الكعبة، ما يضر، تبقى الكعبة كما هي والطواف موجود والعمرة موجودة والحج موجود، الحمد لله.